السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين يا أحلى وأروع متتبعين ومتتبعات؟ لاباس عليكم، بخير، أحوالكم طيبة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي ناخدكم معايا في واحد الدويرة، واحد المجازان كاين هنا في مدينة أكادير، ميزة. المهم فيها الإلكتروميناجير، داكشي ديال التلفازات، الثلاجات، وفيها حتى صالونات هكا عصريين. اليوم في هذا الفيديو هذا بديت معكم من هذه الخرجه هذه اللي درت، لان الصباح فقت على خاطري ودرت واحد تخميله خفيفه شقيه على قدي لان كنت عيانه الله ينجيكم. دوزت هذا الاسبوع اللي فات كله مريضه لدرجه انني ما مشيتش الخدمه يومين وانا في الدار. المهم الدوخه وكنحس براسي بحال ما قداش نوقف والراس، والمهم الشكوى على الله بلا ما نكثر عليكم. صافي هي هذيك، قلت بلا ما نصور ودابا جبتكم معايا هنايا نشوفوا منها ناخذوا فكره، لان ماشي دابا ولكن من بعد ان شاء الله غادي تخصني واحد التلفازه في السيجور. ايوا قلت نشوف الشكيلات ونشوف حتى القياسات، شكون القياس اللي غيصلح ليا. ايوا صراحه عجبني هذا الشيء عندهم، كاينين دي مارك دي زوينين وفيهم الصوره واضحه وصافيه. ايوا انا كنحاول ناخذ لكم هكا تشوفوا معايا كيفاش دايرين داك الوضوح ديال ليكرون ديال التلفازات اللي شفنا. من بعد ما ساليت الدويره ديال التحت دابا غادي نطلع للفوق باش نشوفوا دوك الفوتويات اللي قلت لكم ودوك الصالونات العصريين. المهم تيعاودو كاينين هنايا دي زارتيكل زوينين، انا صراحه اول مره كنجي لهنايا. ايوا قلت نضرب دويره نشوفوا كيفاش دايرين، والصدفه انني لقيت عندهم تقريبا بحال داكشي اللي شفنا في موبيليا، لي صالا مونجي ودوك البيوتات النعاس وبيوتات البنيتات. المهم انتم غتضربوا معايا دويره وتشوفوا كل شيء. كيف ما قلت لكم تقريبا كاينين دي زارتيكل كيتشابهوا مع ديال الموبيليا، بحال هذا البيت هذا ديال البنات كنا شفناه تماك داير بالنجيمات، هما هنا دايرينه بالقليبات، تقريبا نفس الشكل. دابا غادي ندوزو للجهه الاخرى اللي فيها الصالونات لي كانابي والصالونات العصريين هكا دي فوتوي. المهم اللي لاحظت ان عندهم بزاف ديال السلعه تبارك الله، حاطين داكشي كتير،
وعندهم لوينات حتى هما زوينين، دايرين هما ما دايرينش لوان حاميين بزاف، مركزين بزاف على دوك اللوينات الحسبيين بحال الكغي بحال الباج بحال بلون كاسي بحال. المهم انتم غتشوفوا معايا في هاد الدويره هادي، صراحه داكشي زوين حتى هو عجبني بزاف. الكريسيات او الفوطيات دايرين ليهم هاد الوسيده هادي باش الواحد كيجلس ويحط راسو عنقو هكا وهو مرتاح، حتى هادي فكره زوينه في الحقيقه. صراحه عجبوني الفوطيات كلهم، يعني لون كينسيك في الاخر، وما كرهتش كون كانوا كلهم ديولي. كل مره نفرش واحد ملي يطلع ليا في راسي نبدلو ندير واحد اللون اخر وهكذا. ايوا شتي الواحد هو اللي يعرف يحلم، انا كنحلم ونفسر غير بوحدي، وتا حاجه ما بعيده على الله من يدري. ايوا الله يجيب الرزق ان شاء الله، ومنين بغي نفرش السيجور ديالي غادي نفكر مزيان ونختار ديك الساعات ان شاء الله الفوطويات اللي غادي يصلحوا ليا، اما من موبيليا ولا من هاد ميزه هذا على حساب الظروف ان شاء الله. المهم كما قلت لكم رانا كنت عيانه هاد الاسبوع، ايوا اللهم هاد الدويره الخفيفه ولا بلاش، صافي قلت بركه عليا نرجع للدار نرتاح. وباش ما يدوزش الفيديو ديالنا خاوي غادي نشارك معكم واحد الشوربه غزاله، شوربه صينيه ان سوب شينواز، يعني غادي غير تشربوها وتجبدوا لكم عينيكم. غادي نحتاجوا فيها البر هكا مقطع صغير، ومعلقه كبيره ديال الزبده، ودجاج هنايا مقطع طريفات صغار غير صدر تقريبا، وهنا غادي نحتاجو سكينجبير طري وسكينجبير غبره، وضامه ديال البنه ديال الدجاج اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، والقزبر والمعدنوس مقطعين. وغادي نحتاجو شامبينيون نوار داك اللي كيسميوه الفطر الاسود، هذا الفطر الاسود كيكون بحال هكا كارم، وكنرطبوه في الماء واحد المده حتى كيضاعف الحجم ديالو، كنقطعوه حتى هو يا رقيق. هنا عندنا اي حوت بيض عندك ولا شريتيه اي نوع من ديال الحوت البيض حتى قطعناه دي كوب، وهنايا عندنا خيزوه محكوكه في الحكاكه الرقيقه، وقرعه حتى هي محكوكه في الحكاكه الرقيقه، وعندي هنايا شويه ديال الكروفيت، وهنا الكالامار بعد ما سلقته قطعته طريفات صغارين، انا حيت يعجبني يكون طيب مزيان. صافي هو دابا مسلوق ومقطع مع شويه د الملح بطبيعه الحال. وهنا عندنا الشعريه الصينيه، هنا استعملت انا الشعريه الصفراء كما كتعرفوا الطريقه ديالها، كنديروها في الماء طيب، ملي كطيب لينا هكا كنقطعوها ما كتبقاش طويله، والملح حسب الذوق. وهذا الشيء كله داير على هاد لاصوص سوجا، هي اللي كتعطي ديك اللذه ديال الاكل الصيني.
اول حاجه كنبداو بها هي المعلقه الكبيره ديال الزبده، كندوبوها في الطنجره ديالنا، وكنزيدو عليها الدجاج، هو اللي كيحتاج شي شويه يتشحر. هنا الدجاج راه كما شفتو مقطع طريفات صغار، مربعات صغار. من بعد كنزيدو البورو حتى هو صافي، وكنشحروا هاد العناصر هادو. المهم كنبقاو نديوهم ونجيبوهم هكا حتى كيتشحروا مزيان. صافي، هنا غادي نزيد سكنجبير بودره، وغادي نزيد الحوت اللي مقطع كما قلت لكم مربعات، غير هما شويه مربعات كبر من الدجاج. صافي، كنديوه نجيبوه شي شويه في ديك الزبده، غير كيشد راسو شي شويه، وكنخويو الماء اللي غليناه من قبل. الماء هنايا خصو يكون شويه كتير في الطنجره، يعني يكون طالع، لان شوربه خصها تكون غتجي شويه كتيره. صافي، وكنزيدو هنايا ضمد البنه، وكنزيدو سكنجبير طري والقزبر ومعدنوس، ومن بعد كنزيدو الخيزو وكنزيدو القرعه. المهم هادشي كنديرو ليه الترتيب يعني شي مورا شي، ماشي كنخليو واحد المده. صافي، وكن من بعد ما غلى الماء صافي كنبقاو نزيدو كاع دوك العناصر اللي عندنا. دابا غادي نزيدو الكالامار، وغادي نزيدو الشامبينيون نواغ ولا الفطر الاسود، وغادي نزيدو الكروفيت حتى هو، القمرون حتى هو غادي نزيدوه كما شفتو، داكشي بالتتابع. المهم ما كنخليوش واحد المده بيناتهم. من بعد زدنا الشعريه الصينيه، وزدت هنايا معلقه كبيره ديال لاصوص صوجا، صوص صويا. وهنا اللي بغى ان هاد الشوربه تجي شي شويه ثقيله، كيدير واحد المعلقه كبيره ديال النشا، كيخلطها بشويه الماء بارد وكيزيدها. اللي بغى الشوربه كتعجبو تكون خفيفه بلا ما يزيد هذاك النشا. وعلى ذكر النشا نسيت ما قلت لكمش في الوصفه اللي فاتت ديال الدجاج، راه درت النشا ولكن نسيت ما قلتوش في التعليق، لانه كيزيد القرمشه ملي كتبغي تقلي هذاك الدجاج، يعني ملي كتبغي تقلي الدجاج. صافي، هنا الشوربه ديالنا وجدت، ما بقى لنا الا نقدموها. واحد المعلومه بالنسبه للملحه، ما تملحوش في الاول، خليو حتى ديروا لاصوص صوجا وتاكدوا ان المذاق باقي ناقصه الملحه، عاد زيدوا، لان الا درتي الملحه وزدتي لاصوص صوجا تقدر تخسر لك المذاق ديال الشوربه ديالك. صافي، الشوربه ديالنا هي وجدات، ريحتها كتشهي. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.